بالعودة إلى موضوع نقاشنا الرئيسي في حلقة اليوم، حيث استقبل المواطنون في المغرب عام 2018 مع حفنة غرامات جديدة، أبرزها غرامة مفروضة على الراجلين، أي على الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للمارة أثناء عبورهم الشارع، حيث قوبلت هذه الغرامات بترحيب من جهة، خاصة في ظل ارتفاع ضحايا طرق السير، وسخرية من جهة أخرى وعدم أخذها بجدية. ورأي آخر يرى أن فرض الآداب العامة احترام المرافق العامة والطريق لا يكون بالقانون فقط، وإنما هو جهد مجتمعي يبدأ منذ الصغر في المنزل والمدرسة. نتابع. هل تنجح القوانين فيما أخفقت فيه حملات التوعية؟ تساؤل طفى على سطح الشارع المغربي بعد دخول مجموعة من القوانين المنظمة للقيادة والنقل في المغرب حيز التنفيذ. فبعد فرض غرامة مالية تقدر ب 25 درهما على المشاة الذين لا يستخدمون الممرات الخاصة بهم في عبور الطريق، أثار تفعيل صلاحيات شرطة البيئة جدلا واسعا في الشارع المغربي. أنا ضد القضية ديال الممر الراجلين وديال الأزبال، لأن احنا باقي ما وصلناش لهذا يعني المستوى، لا من ناحية الوعي ولا حتى البنية التحتية ديال هذا الشيء. الشارع المغربي الذي لم يعتد على مثل تلك الإجراءات الزجرية احتفى قطاع كبير منه بقوانين المرور التي تقضي برفع رسوم استخراج رخصة القيادة وتغريم أصحاب السيارات الذين يثبتون واقيات الصدمات على مركباتهم، لكنه تحفظ على فرض غرامات على المواطنين تحصلها شرطة البيئة. القانون ديال عدم رمي الأزبال في الشارع مثلا معاه، ولكن قانون ديال انك ما تدوس ممر الراجلين وهذا اولا كيرجع للوعي، وثاني حاجه كنشوف انا بلي كاين اولويات قبل من هادشي. كاين قوانين خصهم تسنوهم الدوله قبل من هادشي، قوانين ديال انه بعدا غير تصلح لنا التعليم، تصلح لنا الصحه ديالنا، بعدا عندك ساعات باش نشوفوا هاد الثانويات الاخرين اللي خصهم يكونوا اصلا في راس المواطن. القوانين التي تستهدف صيانه الوجه الحضاري للمغرب وضعت الحفاظ على السلوكيات العامه للمواطنين في قبضة الدولة، ما أثار حفيظة كثيرين ممن يؤمنون بجدارة قضايا التعليم والصحة والبطالة باهتمام الدولة وضرورة خضوع تلك السلوكيات العامة لرقابة المواطنين الذاتية. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من الرباط عبد الناصر الكواري، باحث اجتماعي. أهلا بك سيد عبد الناصر إلى هذه الحلقة. إذن غرامات جديدة تفرض على المواطنين، 25 دينار لمن يقطع الطريق من المكان الغير مخصص. كما استمعنا في التقرير، هذا الموضوع قوبل بالترحيب تارة وبالرفض تارة أخرى، وبأن هناك أولويات في المغرب أهم من هذا الموضوع. برأيك بداية، فعلا هل هناك أولويات أهم من موضوع تنظيم حركة الناس في الشوارع؟ بداية شكرا على الاستضافة. أهلا بك. الملاحظة الأولى الجديرة بإثارتها هي أن حينما تكون لدينا قوانين تسن وتتعلق بالحياة اليومية للمواطن، يجب أن ترفق بحملة دعائية أو إعلامية توصل هذه المعلومة للمواطن العادي، وليس أن يفاجئ مثلا المواطن بالشرطي يلقي عليه القبض لأنه لم يستخدم ممر الراجلين المخصص للراجلين. هذه فكرة، أي فكرة الحملات الدعائية أو الإعلامية المواكبة. لم تحدث السؤال الذي طرحتموه هو المتعلق. لم تحدث حملات مثل ذلك في المغرب؟ يعني شوف أؤكد لك أن السواد الأعظم من المغاربة تفاجأوا بهذا القانون وهو يدخل حيز التطبيق. لماذا؟ لأنه قد تم سنه منذ مدة وظل رهين ردوهات الحكومة لفترة معينة، ثم خرج بقدرة قادر في فترة معينة. لماذا خرج في هذه الظرفية بالضبط؟ الله أعلم. ولكن حتى الحملة الدعائية التي واكبته، إن كانت هنالك حملة، فقد جاءت متأخرة. ينبغي تهيئ المواطنين على مدة، خاصة إذا ما علمنا والكل يعلم أن الشعب المغربي فيه فئات أمية، فيه فئات مسنة لا تعرف يعني هذه المسائل، يعني هنالك مجموعة من العوائق التي تقف أمام تطبيق مثل هذه الأمور. ومثل نفس الشيء كذلك ينطبق على ما قد تم الحديث عنه إعلاميا على مستوى مدينة كبرى كالدار البيضاء، من عمل مجلسها الجماعي على سن أو تقديم مشروع قانون آخر يغرم المواطنين الذين يلقون النفايات في الطريق وتصل الغرامة إلى 100 درهم مغربية. يعني بيت قصيدنا هو أن السلوكات
التربوية هي الأساس. طيب. وليس القوانين. قبل أن ندخل في موضوع الأساس. سلوكيات التربوية سيد عبد الناصر، بدي أرجع لنقطة ذكرت بأنه لا تدري لماذا فجأة تم إصدار وتنفيذ موضوع الغرامات، وكأنه في تشكيك بالنية مثلا، يعني هل أنه ما فهمت من كلامك وكأنه يعني هو فقط محاولة لجمع مبالغ معينة فقط من قبل الحكومة وليس لأهداف يعني اجتماعية؟ نحن نسمو بالحكومة عن ذلك، ولكن المواطن العادي، المواطن البسيط، وكذلك فئة من الشباب، إذا ما تتبعتم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي تجدون أنها قد أثارت ضجة ويعني وحملة من السخرية، وهم يرسمون أن الشرطي حينما لا يجد للمواطن 25 درهم يصادر حذاءه وأشياء من هذا القبيل، بمعنى أن البعد المادي 25 درهم ليست شيئا كبيرا، ولكنها يعني يشعر المواطن وكأنه مقيد. عوض أن تفرض علي غرامة 25 درهم يجب عليك أن تؤطرني، أن تربيني من البداية حتى أمر في مر الراجلين، حتى أحترم القانون، ليس تتركني هكذا يعني. ولكن إذا كانت عملية يعني عملية التوعية أو التربية منذ البداية كما ذكرت حتى يتم احترام القانون هي عملية تراكمية وتحتاج إلى سنوات طويلة، لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها. هل عدم وجود الوعي المجتمعي في هذا الإطار، سواء في إطار استعمال الطرق والقواعد السير وقواعد قطع المشاة أو حتى في موضوع النفايات، يعني نتحدث هنا عن المرافق العامة بالمجمل، هل يعني بحجة بأنه لا يوجد وعي مجتمعي، لا يوجد تربية من الصغر، نتركها تتفاقم ويحدث مشاكل بالمجمل؟ لا، يعني حتى لا نبخس الناس أشياءهم، الدولة تقوم في هذا الصدد بمجهود يحترم. لدينا لجنة وطنية للوقاية من حوادث السير تقوم بتوعية والتأطير، وأصبحت تقوم بحملات مؤخرة في وسط الثانويات والإعداديات والابتدائيات لتوعية الناشئة بمخاطر السير والطريقة المثلى لاستعمال الطريق. ولكن كما قلت وأنا أشدد على التعبير الذي استعملته مشكورة، وهو أن هذه التربية إنما هي تراكمية عملية منذ الصغر. حينما تريد أن تبني جيلا صالحا فإنك تبدأ من البداية وليس تبدأ من رأس الهرم بالعقوبات. يجب أن يدخل في نطاق مقرراتنا الدراسية منذ الابتدائي احترام القوانين، وقبل احترام القوانين احترام الشخص لشخصه كإنسان. حينما أحترم نفسي كذات عاقلة واعية فإنني أكيد لن أخرق القوانين، ولكن حينما يكون لدي نوع من مركبات النقص فإنني أحتقر نفسي أو أنتقم من نفسي ومن الوسط الذي أعيش فيه. وترين معي أن لدينا وجهات ولدينا منشآت مجتمعية يقوم مواطنون هم أنفسهم يستخدمونها ويقومون بتحطيمها. ترين معي ما يحدث في كراسي الحافلات العمومية، ما يحدث في صناديق أو في صناديق الأبناك التي تسحب منها النقود مثلا، ترين معي ما يحدث في لافتات التي تكتب على، يعني أن لدينا نوع من الناشئة، هي ليست عامة أكيد، هو جزء من المواطنين وليس، ولا أعمم هنا، لديهم نوع من الحقد الدفين ولديهم نوع من الضغط ويعني والإقصاء يقومون بتفريغه فيما حولهم. وهذه الفئة بالذات تحتاج إلى معاينة وتحتاج إلى معالجة ومواكبة اجتماعية. طيب سنتناقش أكثر حول هذه الفكرة سيد عبد الناصر، ولكن اسمح لي أيضا مشاهدينا نذهب إلى تونس العاصمة، هناك حيث سألنا الناس عما إذا كانت القوانين والغرامات كافية لإجبار المجتمع على الالتزام بسلوكيات معينة. نتابع. العقوبات هي معناتها كما نقولوا هي اللي معناتها ردع الممارسات السيئة، فهمت؟ بالنسبة للخطايا للردع هي تكون كافية، تكون باهية، أما لازم تكون دوريات، خاطر المواطن التونسي على غفلة يضيع فيها. مادام العقلية ما تبدلش، هي حكاية كل في العقلية. ما تبدلش العقلية ديما يقعد، هي مربوطة بمنظومة تاع فساد هكا ولا كي ما ينظفش المخ، ما ينظفش، تنظفش العقلية، ما تخممش في بلادك أنت، حتى في بلادك بحد ذاته، ديما يقعد الفساد هو ينخر في البلاد. ما. أكيد لا، لأنه من المفروض السلوكات السيئة نقضي عليها أولا من المهد، يعني من الأسرة فالمدرسة فالمعاهد، يعني لابد أنه تكون مسألة اجتماعية، أنه العقوبات مهما كانت
الانسان حتى كي تعاقبه فني نجم يرجع، لكن كي يبدا السلوك متاصل فيه اللي هو سلوك سليم بطبيعة الحال ماهوش باش يسلك سلوكات سيئه. العقوبات الماليه اللي قاعده تصير معناها ماهيش كافيه، خاطر تنقصها التوعيه. كيف القوانين بتاع الخطيات الماليه بالنسبه معناها القانون الطرقات والقانون قانون معناها الحوادث، فهمتني؟ ولا معناها تنقصها التوعيه، تنقصها التوعيه برضو. يعني استاذ عبد الناصر، كما تابعنا في المستطلع ارائهم، الجميع تقريبا يتفق مع كلامك في اهميه التوعيه في البدايه المجتمعيه، وان يكون السلوك متاصل في هذا الاطار. وكمان في احد الاراء قال بانه العقوبات ليست رادع كافي، يعني ممكن انه يرجع يمارس نفس السلوك، ولكن العقوبات الماليه يعني مثل ما بيقولوا اللي بيوجع الجيبه، فهو بيخلي الشخص ما يرجع يكرر نفس الموضوع. اكيد لا، يعني اختار او انتقي مما جاء في الروبورتاج الفاظا معينه. ورد لفظ الردع، ولدى لدينا كذلك لفظ تغيير العقليات. أنا إن لم أستطع تغيير العقليات من خلال ما يسمى بمؤسسات التنشئة الاجتماعية من البداية، فإنني سألجأ مضطرا في فترة لاحقة إلى الردع. وهنا يتقابل اللفظان تقابلا عميقا في حياة المجتمعات ككل. ترين معي سيدتي أن المجتمعات مثل الإسكندنافية التي وصلت إلى مستوى من الرقي ومن التقدم في كافة مناحي الحياة لديها سلوكات قد تربت عليها الناشئة منذ البداية. أكيد هنالك قوانين ردعية تطوق هذه السلوكات وترشدها، ولكن الأساس هو الناشئة. ولكن سيد عبد الباسط عبد الناصر، المجتمع ألا تتفق مع أنه في آراء كثيرة ترى ونراهم حولنا يعني بأنه المواطن اللي بيكون موجود بدولة عربية لا يلتزم مثلا بأداب تقطيع الشارع أو حتى يرمي الزبالة في الطريق أو القمامة، عندما يذهب إلى دولة أوروبية فهو يتقيد بالحرف بكل هذه القوانين وحتى أحسن من الأوروبي؟ أصبت تماما، هذا من مواطن الخلل لدينا. ولكن أنا أريد أن أربط هذه الملاحظة القيمة التي أبديتها بملاحظة أخرى. تخيلي سيدتي معي أننا في العاصمة الرباط، في قلب العاصمة في المغرب مثلا، لا توجد لدينا مراحيض عمومية باستثناء واحد أو اثنين يعني مقصين في الجانب، وقد أثار هذا ضجة في وسائل الإعلام، وقد أعلن عن يعني عن الشروع في بناء مراحيض تليق بعاصمة دولة يعني ترشد سبيلها إلى التنمية. ليست لدينا مثلا حاويات القمامة الكافية على الطرقات، ماذا تنتظر من هذا المواطن؟ يختلس الفرصة لكي يقضي حاجته على الأسوار، يختلس الفرصة لكي يرمي بالنفايات حيثما اتفق، وهذا يعني تجتمع فيه السلوكات الفردية مع السلوكات الجماعية. يجب أن نهيئ البنى التحتية التي تكون كفيلة بتطبيق هذه القوانين. حتى إذا تحدثنا عن ممر الراجلين وهو موضوع الحلقة الآن، تعلمين سيدتي أن مجموعة من شوارع العاصمة الرباط إذا أخذناها نموذجا لا تتوفر على هذه الممرات، والقانون يقول لك إن لم تجد هذا الممر أو إذا كان بعيدا عنك بمسافة 50 مترا فيمكنك استخدام الطريق. والمواطنين كان لديهم يعني حينما تمت إشاعة هذا القانون أصبح لديهم نوع من الفوبيا من الخوف. الأمهات في المنازل يسألون أبنائهم واش هل سيلقي علي الشرطي القبضة مثلا إذا ما لم أستعمل هذه الممرات، وأنت تضطر للشرح للسيدة أو لوالدتك الأمية أو لجارتك أو لكذا. يعني ما زلنا في عامل التوعية. المطلوب دائما، وأعود إلى النقطة التي أنطلق منها دائما، هي التوعية، والتوعية ترتبط بمؤسسة التنمية الاجتماعية. ولكن يبدو أننا في حلقة يعني مغلقة، ومن المدرسة يبدو أننا في حلقة مغلقة، لأنك ذكرت نقطتين مهمتين. الأولى تتعلق بالسلطات نفسها وتأمين المدن أو المناطق، سواء بأماكن العبور أو حتى بموضوع المراحيض أو حتى بموضوع سلال المهملات بالمجمل، وأيضا التوعية. يعني الطرفين في عنا مشكلة الآن بالطرفين، كيف من الأجدى، كيف نبدأ يعني بالبداية؟ أنا أقول كيف نبدأ بالبداية، بما أننا تحدثنا قبل حين عن المواطنين الذين يأتون من الدول مثلا الأوروبية أو أمريكا التي يقيمون فيها ويحترمون فيها القانون. هؤلاء يحسون في هذه الدول أنهم مطوقون بترسانة قانونية، نعم تعاقب على إلقاء القمامات وكذا، نعم، ولكن في المقابل هنالك مرافق تيسر لهم أمور حياتهم.
كل ما فتحوا عليه أفواههم يجدونه موجودا في هذه الدول. لما لا نقتبس من هذه الدول هذه الأشياء؟ نعم ليست لدينا الإمكانيات المادية، نعم ليست لدينا ثقافتهم، ولكن بما أننا دول سائرة في طريق النمو كما نسمي أنفسنا، فحري بنا أن نقتبس منهم هذه المناهج. أكثر من ذلك، أذهب معك سيدتي أبعد من ذلك، نحن كمسلمين لدينا كل هذه المبادئ في ديننا، لا ينقصنا إلا تطبيقها لكي نكون على الجادة أو على جادة الصواب. هذا هو المخرج، يعني أن نستعير من الآخر، لا عيب في أن نستعير من الغرب ثقافته فيما يخص هذا المجال، ثقافة إيجابية، وكذلك من ديننا وثقافتنا وأعرافنا، وهي غنية في هذا الباب. طيب كيف يمكن للحكومة أن تقرر هكذا غرامات الآن كما ذكرت بموضوع عدم وجود ممرات للمشاة، وأن تقر هذه الغرامات قبل تجهيز ممرات للمشاة بشكل أكبر وأوسع؟ يعني لماذا استباق خطوات معينة على خطوات أخرى أهم؟ بدوري أنضم إليك وأطرح السؤال على المسؤولين على تسيير الشأن العام وتدبيره. نتساءل كما يتساءل المواطنون، كيف يعني لحكومة دولة معينة أن تقوم بمثل هذه الخطوة دون أن تواكبها بالبنى التحتية التي تيسر هذا المسألة؟ وهذا يعني يسائل الرأي العام، يسائل فيه المسؤولين لماذا يفعلون هذا، أو هل هذه أمور مقصودة، هل هذه أمور ترجع يعني لقلة الإمكانيات؟ هنالك فكرة أخرى في هذا السياق ما دمنا نتحدث عن ذلك. سيدتي ليس لدينا حتى عدد أفراد الشرطة أو عناصرها التي هي كفيلة بضبط كل الذين لا يمرون من الأماكن المخصصة، أي من ممرات الراجلين. المواطن لحد الساعة لازال يمر من حيث مشتهى، ولا نعلم يعني بعدد كبير لحالات المصادرة الذين طلب منهم أن يدفعوا غرامة أو ضعيرة 25 درهم. وربما حتى الشرطي في عدد من مرات نجده يغض الطرف، لأن المسألة أخذها المغاربة على سبيل النكتة وليس على محمل الجد. صحيح. نعم أتفق مع أن هذا يدخل في التدابير التي تحفظ حياة المواطنين. نعم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تقدم أرقاما مخيفة تقول إن المشاة ومستعملي الطريق الراجلين هم في مقدمة الضحايا. صحيح، ولكن ماذا نحن فاعلون لكي نتجنب مثل هذه الكوارث؟ هل يعني فرض غرامة أو ضعيرة على المواطن اللي يمر من ممرات الراجلين كفيل بالحد من إزهاق الأرواح على طرقاتنا؟ هنا أطرح السؤال وأتساءل مع المواطنين. ورأيت مع الروبورتاج كيف أشار في المواطنون إلى أننا في حاجة إلى ما هو أكبر. نحن في حاجة إلى قوانين أساسية تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالاجتماع. المشكلة بأنه كل ما طرحنا موضوع له علاقة يعني مسؤوليات الحكومات والسلطات بالمجمل في الدول العربية نصطدم بحواجز أكبر، نصطدم بأنه البنية ككل الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل هي بحاجة لإعادة إصلاح من أول وجديد. أرجو أن تبقى معي سيد عبد الناصر الكواري، سنذهب إلى زميلة رانيا الدريدي التي تطلعنا على بعض القوانين والغرامات التي تفرضها بعض الدول العربية بغية حث المواطن على الالتزام بسلوك اجتماعي معين. السلوك المدني مفهوم مركب يشمل الأخلاق وما يطلق عليه الإتيكات، ويعكس في جوهره مستوى التمدن كحالة مجتمعية سيمتها التحضر. وتؤطره منظومة أخلاقية محددة وضوابط قانونية معينة، ومن هنا تأتي أهمية القانون كداعم وحامل للسلوك الإنساني الحضري السليم. أما في حالات الخروج عن هذا السلوك الحضري والإضرار بمصالح الآخرين أو البيئة يكون القانون حكما فيتدخل بالعقوبة أو الردعة. ولعله من هذا المنطلق يمكن فهم الغرامات التي فرضت في المغرب مثلا، حيث تم احتساب غرامات على من يعبر الطريق بطريقة عشوائية من دون الوقوف في ممر الراجلين. مصالح الأمن الوطني المغربية شرعت في استخلاص غرامات مالية $3 من الأشخاص الذين لم يحترموا ممرات العبور المخصصة
للراجلين. ومن شأن هذه السياسة المرورية الحد من الفوضى التي تعيشها شوارع المغرب والتقليل من أعداد المخالفين للقانون والعبور العشوائي للطريق. أما في مصر البلد الأكثر سكانا عربيا فقد شهد قانون السير تعديلات في السنوات الأخيرة بما يواكب التطورات ويكون أكثر تعبيرا عن السلوك المدني واحترام قانون الطرقات. وينص القانون في حال المخالفة والسير عكس الاتجاه على غرامة تصل إلى 170 دولارا أو عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام. وفي حال عدم ارتداء السائق حزام الأمان نص القانون على غرامة تصل إلى 17 دولارا أو عقوبة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر. في الجانب البيئي تعتبر مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أولت الموضوعات البيئية عناية خاصة، وتتجلى ذلك في إصدار بعض القوانين منها المادة 367 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أنه لا يجوز قطع أو إتلاف المزروعات التي لم يتم حصدها أو الأشجار الثابتة سواء كانت طبيعية أو تم غرسها. أما المادة 377 فتتعلق باحترام الطريق والبيئة معا، وتنص على أنه لا يجوز للشخص أن يلقي في الطريق أشياء من شأنها جرح المرة أو تلويثها. أما في المشرق العربي فنجد لبنان مثلا يعاني منذ سنوات من أزمة النفايات وتكدس القمامة في الطرقات، وتحولت الظاهرة إلى كارثة بيئية، واستعصى هذا الملف على كل أجهزة الدولة رغم إدراك المخاطر. البعض يعزو ذلك إلى غياب الرؤية الصحيحة لكيفية معالجة هذه النفايات على أسس صديقة للبيئة، لكن هذا لا يعني غياب القوانين أو شحها في البلاد. فتبعا لإحصائيات وزارة البيئة اللبنانية هناك 730 نصا مختلفا متعلقا بالبيئة، وركزت في عدد منها على منع تشويه وتملك الشواطئ والأملاك العامة وسرقة الآثار والرمال ورمي النفايات على الطرقات وفي الأملاك العامة والخاصة. في تونس للبيئة شرطة خاصة بها أطلق عليها اسم الشرطة البيئية. المشروع انطلق في 74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ويعمل أعوان الشرطة البيئية في تونس على تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو من يقوم بحرقها سواء كانوا أشخاصا أم شركات. ويحدد ذات القانون غرامة مالية تفوق 400 دولار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة. الحق بالعيش في بيئة سليمة حق أصبح مكرسا في أغلبية تشريعات الدول، بل ارتقى إلى مصاف الحقوق الدستورية. لا يختلف ذلك عن حق المواطن في طرقات وعمل وحياة تحكمها القوانين والتشريعات المنظمة. يبقى أن السلوك الإنساني المدني والحضري مهم للغاية، فهي الأرضية الخصبة لاحترام هذه القوانين والتشريعات. أشكر رانيا طبعا على كل هذه المعلومات. سيد عبد الناصر، يعني شرطة بيئية في تونس، محاولات كثيرة في الدول العربية الأخرى فرض غرامات، ولكن كل ذلك بالنهاية لا يعطي نتيجة، لماذا؟ وجدتني يعني أتابع الروبورتاج وأنا أتأمل وأفكر. واقعنا في الوطن العربي يتشابه بشكل كبير. لدينا نسبة مهمة من الهدر المدرسي، أعود إلى هذه الفكرة، لدينا نسبة مهمة من الأمية. حينما يصل المواطن إلى سن اعتبر فيه هو سن الرشد الذي يتحمل فيه مسؤولية ما يقوم به، يجد هذا المواطن مع الأسف، جزء كبير مواطنين ولا أعمم أكيد، يجد نفسه فارغا من الداخل. هذا الفراغ الداخلي هو ما ينعكس على سلوكاته السلبية في المحيط. هذه هي العدائية التي تظهر على هذه السلوكات. سيدتي، حينما تنزل مثلا إلى الأحياء الشعبية في عدد من مدن المغرب وتسمع مستوى الحوار أو طريقة الكلام لدى المواطنين وخاصة لدى فئة الشباب، فإنك تستغرب لماذا هذا التنميط لدى هؤلاء. كلهم يتكلمون بنفس الطريقة، يلبسون نفس اللباس ويتصرفون بنفس الطرق. إذا كان الشباب وهم عماد المستقبل الذين نعول عليهم يكونون على هذه الشاكلة، فماذا تريد يعني من الإنسان الذي بلغ من الكبر عتيا وما يضعنا في حالة يأس كبيرة جدا يعني أستاذ عبد الناصر.
على كل الأحوال أشكرك جدا، وصلت فكرتك، شكرا على مشاركتك معنا. عبد الناصر الكواري باحث اجتماعي كنت معي من الرباط، شكرا لك. تنضم إلي من عمان هالة عارف، عالمية ومختصة في علم السلوكيات والبروتوكول. أهلا بك سيدة هالة إلى هذه الحلقة. أود أن أبدأ معك بما كان يختم به ضيفي عن النمطية في السلوك عند الشباب، عن طريقة التفكير، عن الشعور بالفراغ الداخلي وانعكاس كل ذلك على سلوكيات يعني تؤذي المرافق العامة وتؤذي الآداب العامة، وبالنتيجة هي تؤذي أبناء المجتمع أنفسهم. يعني هل الأمر سوداوي بهذا الشكل أم ماذا؟ مساء الخير، يعطيك العافية. بس مثلاً، إذا ممكن تعيدي السؤال لأنه ما كنت عم بسمع. تمام، هو سؤال كان شرح طويل، يعني رح أختصره بأنه سلوكيات المجتمع اللي لا تحترم الآداب العامة ولا المرافق العامة بمناسبة موضوع فرض المغرب غرامات 25 درهم مغربي أو دينار مغربي من أجل منع تقطيع الشارع من الأماكن الغير مخصصة، كيف تنظرين إلى هذه السلوكيات؟ هلا أول شيء يعني سلوكيات الفرد هي نابعة من الآداب والسلوكيات اللي بيتربى عليها الفرد إجمالا، لكن خلينا نحكي مع الاختلاط الشعوب في الوقت الحالي، وخلينا نحكي نسمي انه في شعوب عم تختلط من مكان لاخر وترحل في مكانها، البيئه اللي هي موجوده فيها من مكان للثاني، لابد من وجود قوانين تنصها الشعوب او تنصها البلدان، لا اتحدث عن المغرب تحديدا، لكن لابد انها تنص قوانين لحتى يقدر الجميع خلينا نحكي يستجيب للغة واحدة. ولكن هو على الرغم من وجود هذه القوانين ست هالة، دائما لما عم تكون الموضوع يعني ما عم يكون في التزام، يعني عندما يجد المواطن نفسه بعيد عن أعين الرقابة فإنه سيرمي القمامة في الشارع وسيقطع الشارع من المكان غير المخصص. بما أنه حضرتك يعني مختصة بعلم السلوكيات والبروتوكول، لماذا المواطن يتصرف بهذه الطريقة تجاه مرافق بلده، تجاه شوارع بلده؟ عادة البروتوكول عنا دائما بنمشي على مبدأ اسمه الاستمرار حتى الاقتلاع، فبنحاول دائما انه نخلي يعني التكرار مع الوقت، اعتقد انه ممكن نوصل لنتيجة. يعني شوي اذا بتكون القوانين خلينا نحكي رادعة اكثر من هيك، ممكن نوصل لنتيجة خلينا نسميها يعني نتيجة تكون واضحة اكثر، ويقدر الشعب باختلاف طبقاته انه يقدر يلتزم فيها. مع انه هو كان تركيز من ضيفي السابق على موضوع الوعي المجتمعي منذ الصغر أكثر بهذا الإطار في البيت في المدرسة، إضافة إلى تأمين السلطات بالمجمل المقومات التي تساعد على تطبيق القوانين. يعني لا يوجد هناك ممرات للمشاة في كل مكان، لا يوجد حاويات قمامة في كل مكان، فبالتالي تصعب تطبيق القوانين بالمجمل، ألا تتفقين؟ أكيد طبعا بتفق معك في هاي النقطة تحديدا، وبحاول أدعو لجميع الجهات المختصة عادة إنها تعمل خلينا نحكي تعمل دورات تدريبية، إنها تفوت لكل مكان، إن كان على المدارس، إن كان على خلينا نحكي على الأماكن الاجتماعية، على الجمعيات، إنها تكون توعوية أكثر لنوصل الفكرة إنه إيش الأضرار السلبية لإلها وحتى الأمور الإيجابية. يعني ما نكون دائما سلبيين في الطرح، لا نكون شوي إيجابيين لنقدر نوصل الفكرة بالطريقة العملية أكثر. غير أنه وجود أنه نحكي دورة خلينا نحكي توعوية نظرية، نحاول يكون في أماكن مخصصة للتدريب إن كان على طبعا قوانين السير أو غيرها. يعني طيب، بما أنه حضرتك أخصائية البروتوكول، أود أن أسألك عن موضوع طرحته مع ضيفي السابق، وهو بأنه لماذا المواطن العربي عندما يذهب إلى دولة أوروبية مثلا فإنه يحترم قوانينها بالكامل، بموضوع قوانين السير وتقطيع الشوارع، بموضوع رمي القمامة في مكانها المناسب. إذا بدنا نكون واقعين شوي، إنه القوانين بتكون رادعة أكثر من القوانين اللي للأسف نحن بتكون منصوصة عنا. عادة في الدول الأوروبية القوانين بتكون رادعة وخلينا نحكي يعني صارمة أكثر، والقانون يطبق في وقته وما في مجال للمحسوبيات، فهناك بتكون شوي مخيفة أكثر خلينا نحكي. إذا كان إضافة لموضوع القوانين الرادعة، ولكن المواطن العربي عندما يذهب إلى أوروبا، يعني أنا متأكدة بأنه لم يطلع على كافة القوانين الموجودة، يعني سواء كانت رادعة أو غير رادعة، لا يعرف ربما الكثير من المخالفات مع عقوبتها. برأيك الدور المجتمعي، يعني وجوده هو في مجتمع يسلك هذا السلوك،
ألا يساعده هو بالتالي على أن يسلك نفس السلوك؟ أعتقد أن السلوك المتبع حتى لو هو كان الفرد ما عنده يعني خلينا نحكي ما عنده فكرة عن القوانين، لكن إجمالا المعلومات دائما اللي بتكون واصلتنا كأفراد بتكون واصلتنا بطريقة أنه إحنا عندنا معلومات من غير ما نطلع عليها، إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق المعلومات اللي ممكن ندور عليها. ما أعتقد في شخص بيتجه لدولة أوروبية من غير ما يقرأ عنها، أو إذا وصل لمرحلة خلينا نحكي إنه هو بده يسوق سيارة، فأكيد هو خضع للامتحان اللي بيخوله ليسوق سيارة أو يقطع شارع، وكمان من الأشياء اللي بتعرضوا لها هناك كمخالفات. وهو يمكن بالعقل يعني بالعقل الواعي للمواطن العربي بيعرف إنه بأوروبا هو لازم يلتزم بقوانين النظافة وقوانين المرافق العامة. أشكرك ست هالة عارف عالمية ومختصة في علم السلوكيات والبروتوكول على هذه المشاركة، كنت معنا من